وعلى مستوى السوق السعودي فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.50% عند مستوى 11600 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات ريال فاصل 527 نقطة. وجاء سهم شركة السعودية للعدد والأدوات في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.85% ليغلق عند 32 ريالا فاصل 90. تلا سهم شركة المرابحة المرنة للتمويل بنسبة 6% ليغلق عند 12 ريالا. كما ارتفع أيضا سهم شركة الصناعات الكهربائية بنسبة 5.93% عند 2.86 ريالين. بينما تصدر سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 7.14 عند 0.13 ريال.